الصفحات الداخلية للصحف الصادرة غدا هنبدأ من الدستور اللي أشارت إلى تفقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان عدد من المشروعات القومية في مدينة العالمين الجديدة التي ستتم افتتاحها 2020، وصورة للوزير وهو موجود برفقة العاملين في هذا المشروع. الحقيقة هذا المشروع بيعد من الإنجازات العملاقة لوزارة الإسكان وغيرها من المشروعات، الحقيقة لأن وزارة الإسكان مهتمة جدا بموضوع الإنشاءات، فاعتقدوا عدد كبير جدا من الانشاءات وتحويل الصحراء الى اراضي والى استثمار والى عمارات ومدن جميله الحقيقه.